بنسخته 25 انطلق معرض الكتاب الفرنكوفوني في لبنان وسط أقبال ملحوظ للطبقة الفرنكوفونية إضافة إلى طلاب المدارس والجامعات ومن مختلف الفئات العمرية، ما يؤكد أن الفرنكوفونية في لبنان لا زالت بألف خير وأن لبنان لا زال متمسكا بهذه الجذور الفرنكوفونية التي لطالما شكلت ميزته الفريدة والمتميزة في هذا الشرق. فماذا قال أصحاب دور النشر في سالون دو ليفر فرانكوفون في بيروت؟ بعده فرانكوفوني لبنان لأنه بعده الإنجليزي ما أخذ محل الفرنساوي. يعني إذا بتروح أنت بالسالونات على الطرقات وإذا بتسمع عم تحكي الناس عم تحكي فرنساوي أكثر ما عم تحكي إنجليزي. حتى المدارس، لأنه أنا عندي علاقات مع المدارس، حتى بالمدارس الإنجليزية اليوم عم بيعملوا سيكسيون فرانسيز، دونك معناتها انه بعده الفرنساوي بعدها الفرانكوفونيه ماشيه بلبنان. بعد في ناس بتهمهم الفرانكوفونيه، وهلا في كثير يعني وجود هالمعرض ببين انه في اهتمام بعد بالفرانكوفونيه. على طول في اكتيفيتي كولتوريل بتحمس الناس تيحبوا الفرانكوفوني، الكولتور فرانكوفون. C'est déjà la raison d'être du Liban. Liban, c'est un pays polyphone, polyculturel. Baden, c'est l'un des piliers, c'est le pays fondateur de la culture francophone. بالرغم من تحول الإنجليزية إلى لغة شبه عالمية، يبقى لبنان متمسكا بجذوره الفرنكوفونية وبقيم الحرية والمساواة والأخوة. من معرض الكتاب الفرنسي في بيروت، حسين حجازي، بيير البيع، تلفزيون لبنان.